لا تنفك ألسنة شباب الثورة السلمية في اليمن، تؤكد للعالم أجمع بين الحين والآخر على سلمية الثورة ونهجها الحضاري كخيار وحيد لا رجعة عنه لإسقاط نظام صالح وعائلته، ورفضها المطلق لمحاولات جر البلاد للعنف والحرب الأهلية مقابل ممارسات نظام لا يتورع في سفك الدماء وقصف المنازل والأحياء السكنية بمختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها الطيران الحربي. وفيما يعتقد الثوار بأن رأس النظام الذي أدمن المراوغة والكذب لم يتعظ بعد، سواء فيما جرى له شخصيا أو لزعماء آخرين استعلوا على شعوبهم ورفضوا الانصياع لصوت العقل ثم انتهى بهم المطاف في صورة مهينة، وأن خاتمة صالح قد لا تختلف كثيرا عن سابقيه، تعهدوا بأن لا يبارخ الساحات إلا وقد استعاد الشعب سلطته من مغتصبيها. طرده ثوار ليبيا من المجاري، ولا أدري من أين سيخرج علي صالح، لا أدري كيف سيكون حاله أمام ثوار اليمن الأبطال الذين عاهدوا الله ألا يعودوا من الساحات إلا وقد أسقطوا عرش العائلة وقد أعادوا حكم الشعب المغتصب للشعب البطل المناضل. بجمعة السلمية خيارنا عشرات الآلاف من ثوار الضالع يحتسبون في ساحة الحرية بدمشق قبل أن يخرجوا في مسيرة حاسدة جابت الشارع العام، جددت تمسك الثوار بالخيار السلمي ورفض الحرب الأهلية، فيما شارك الآلاف في مسيرة انطلقت في الصباح بمدينة جبن دعت لمحاكمة السفاح ورفضهم أي ضمانات لصالح وأركان نظامه. عاملين شعاب سميتنا وسنظل نداوم على سميتها ونحافظ عليها مهما حاول النظام جرينا الى العنف، فنحن مستعدين نفوت عليها هذا الفرصه ولا نجر الى يطلب منا الانجلال عن حولها، سنظل سميتنا حتى ينتهي باذن الله. شباب المجمهرين والمعتصمين ان يواصلوا اعتصامهم ضد هذا الطاغيه الذي لا يرضي يزول بشرفه، وإن شاء الله سنزيله بالصبر. سلمية الثورة وصمود شبابها الأسطوري في ميادين وساحات التغيير أمام نيران وغازات صالح وبشكل أبهر العالم وأعطاه دروسا في الصبر والجلد، معطيات تشير وبلا شك إلى فشل رهان صالح لنفاذ صبر الشباب، وأن مراوغاته لم ولن تصمد أمام إرادة صلبة لشباب يستقبلون العيد في الساحات ولسان حالهم يقول ليس المهم أن نلبس الجديد بل الأهم أن نواصل التصعيد. نصر المسعدي، قناة سهيل الفضائية، محافظة الضالع.